احنا رايحين مع حضرتك الدكتور سمر ابراهيم محمود عامر، استشاري الرعايه المركزه، مدرب الزمالك المصريه. بشرح لحضراتكم ماده مبادئ رعايه القلب والصدر. بشرح حضراتكم شابتر 3، احنا في بارت 2 من شابتر 3، وكنا في بارت شابتر 3 بمعناه ان احنا هنعمل دراسه لبعض امراض القلب، واهم حاجه انت حضراتكم اللي هو امراض في امراض قصور الشرايين التاجيه، وسميناها قسمناها الى نوعين اللي هي الانجينا والمايكو انفكشن، وقلنا في تاني حاجه اللي هي امراض فشل في كفاءه عضله القلب، وده هندرسها لاحقا. وبعد كده في امراض ليها علاقه بكهربه القلب اللي هي الاريزميا وهنشرحها، هنشرح بعد كده الشوك، هنشرح بعد كده بامر الله الارست. يبقى هنا في كذا جزء من امراض القلب اللي احنا بنشرحها، واحنا كنا بدانا بكوروناري ارتري ديزيز اللي هي امراض قصور الشرايين التاجيه، وشرحنا منها المحاضره اللي فاتت اللي هي الانجينا اللي هي زحه صدريه، وقلنا ان زحه صدريه اللي بيحصل فيه انسداد غير انسداد اقل من 70% في اليوم بتاع الكوروناري ارتري، والنهارده هنشرح المايوكارديال انفاكشن اللي حصل فيها انسداد حوالي اكتر من 70% من اليوم بتاع الكوروناري ارتري، واللي هو طبعا اللي هو مقصود به الباثو فيسيولوجي، وانا يمكن انا في باثو فيسيولوجي كنت شرحته لحضراتكم في الرسمه المحاضره اللي فاتت، والمقصود بها ان حصل سداد اكثر من 70% من اليومين بتاع الكوروني ارتري، والباثو فيسيولوجي تم شرحه في المحاضره اللي فاتت. ازاي اشخصه؟ طبعا ان انا اشخصه اهم حاجه في التشخيص بتاعي يا جماعه اي سي جي، هلاقي في الاي سي جي هلاقي في حاجه اسمها اس تي سيجمنت اليفيشن اللي هي نوعين بتوع الفانكشن، هلاقي اول حاجه نون اس تي سيجمنت اليفيشن ونون اس تي سيجمنت اليفيشن. الاس تي سيجمنت اليفيشن هعمل اي سي جي هلاقي الاس تي سيجمنت في حصل في ارتفاع في الاس تي سيجمنت بتاع رسمه الاي سي جي. النون اس تي سيجمنت اليفيشن هلاقي فيها اسكيميك تشانج عاديه خالص، بس ايه يا جماعه؟ هلاقي معاها كاردياك انفارك. هتقولي طب الله اسكيميك تشانج عاديه خالص، طب ازاي افرقها ما بينها وما بين الانجاينا؟ حضرتك قلتي لي الاسكيميك تشانج دي موجوده في الانجاينا، ورجعتي قلتي لي الاسكيميك تشانج دي موجوده في النون اس تي سيجمنت اليفيشن مايوكارديال انفاركشن، ازاي افرقهم من بعضها؟ هنقول هنا بنلجا الى الاذر دايجنوستيك تيست اللي هي كاردياك انزيمز والكاردياك انزيمز والتريبوليبس. يبقى اللابوراتوري تيست، يبقى اول حاجه هنا اهو ازاي افرق المايوكارديال انفاركشن، اول حاجه عندي ايه هي يا جماعه؟ الاي سي جي. اول حاجه الاي سي جي، اول حاجه الاي سي جي فايندنج، الاي سي جي فايندنج دي اهم حاجه. وحضرتك الاي سي جي فايندنج انا عايز اقول لحضرتك هتقولي في اس تي سيجمنت اليفيشن وان اس تي سيجمنت اليفيشن. المايوكارديال انفاركشن اس تي سيجمنت اليفيشن من اسمها هلاقي في الاي سي جي ان اس تي سيجمنت بدات ترتفع. النون اس تي سيجمنت اليفيشن هلاقي فيها اسكيميك تشانج عاديه جدا. ايه هي الاسكيميك تشانج؟ اللي هي الاقي الاس تي سيجمنت ديبريشن او تي ويف انفيرجن. طيب هفرق الاسكيميك تشانج دي، هل دي اسكيميك تشانج نتيجه لانجينا ولا نتيجه لنون اس تي سيجمنت؟ عن طريق الكارديوك انزيم، واهم حاجه في الكارديوك انزيم اللي هم المايوجلوبين، اللي هو المايوجلوبين والكارديوك اللي هو المايوجلوبين والكرياتينين فوسفوكايناز والتريبولينز الكارديوك بروتينز. يبقى هو دول، يبقى الاثنين في المايوكارديال انفاكشن هيشخصوا لي المايوكارديال انفاكشن او جلطه بالقلب الاي سي جي، واللابوراتوري تيست اللي هم الكاردياك انزايم الكاردياك بروتينز اللي هم المايوجلوبينز والتريبونينز والانزيمز اللي هم الكرياتين فوسفوكايناز انزايم. طيب هل في دايجنوستيك تيست ثانيه بتشخص لي؟ اه في دايجنوستيك تيست ثانيه بتشخص لي، طبعا الايكو ممكن يشخص لي. طبعا كل الدايجنوستيك تيست دي يا جماعه الصراحه انا في الرعايه ما بشخصش بيها قوي قد ما انا بشخص بالحاجتين دول، ام اي في الاستقبال او في الرعايه بتشخصوا بحاجتين، بالاي سي جي وبالكاردياك انزايمز او الكاردياك بروتينز. فحضراتكم لو نسيت الاي سي جي او الكاردياك انزايم ممكن احنا نزعل في التصحيح، لكن انت حضرتك لو نسيت الدايجنوستيك تيست دي مش مهم جدا قوي، لكن المهم جدا حضرتك لازم ما تنساهوش اللي هم اثنين في تشخيص الميوكارديك انزايم، ميوكارديك فانكشن اللي هم الاي سي جي والكارديك انزايم والكارديك بروتينز. اذرز دي الحاجات دي يا جماعه صراحه مش مهمه، او بمعنى اصح احنا ما بنعتمدش عليها في الطوارئ او في الاستقبال في التشخيص. طيب هنعالجها ازاي؟ طبعا عارفين اللي هو الاسبرين، بنبدا ندي العيان اسبرين، نديله اسبرين بيبقى بنقول للعيان كده بنديله من 160 اللي هو بنديله حوالي، لو قلنا ان قرص الاسبرين 75 مللي جرام واحنا بندي حوالي 300 مللي جرام بندي حوالي اربع اقراص اسبرين، ونقول للعيان لو سمحت شيله ابدا ارقص لي، انا خلاص شخص اللي عندي عنده جلطه في القلب، اول حاجه بديها له اسبرين بقول له سمحت ابدا ارقص لي اربع اقراص اسبرين دي، ابدا احط العيان على اكسجين، ابدا اديله سبلينجوال نيتروجليسرين، ابدا اديله نيتروجليسرين سبلينجوال. طب لو العيان ما اتحسنش والالم لازال شديد هبدا ادي العيان مورفين صلفيت، ابدا اديله مورفين عشان يبدا يقلل
احساس بالالم، وبعد كده ابدا اديله فايبرينوليتكس ثيرابي وفايبرينوليتكس ثيرابي المقصود بيها ادويه مثيبه للجلطه. طيب لو انا اديت ادويه مثيبه للجلطه والجلطه تعبت خلاص كويس خير، لو انا اديت ادويه مثيبه للجلطه ولا زال العيان متالم فانا من هذه الورقه في هذا الوقت انا محتاجه الى بيركوتينيوس ترانسبيومينال كوروناري انجيوبلاستي المقصود بيها ان انا قسطره القلب. ولكن في الوقت الحالي يا جماعه انا افضل القسطره عن الثرومبوليتيك ثيرابي او الفايبرينوليتيك ثيرابي، لكن القسطره مش موجوده في بعض المستشفيات، يعني مش كل المستشفيات الاقي فيها قسطره، لكن ممكن الاقي الفايبرينوليتيك ثيرابي موجود في معظم المستشفيات لان هي بتبقى عمول تريبتوكاينيز بيدوها العيان حقن بتتاخد في العيان، فدي ممكن تبقى موجوده بسهوله في المستشفيات. لكن لو المستشفى ما فيهاش قسطره بنبدا نلجا للفايبرينوليتيك ثيرابي، ولكني انا افضل طبعا القسطره لو كانت موجوده في المستشفى فهي اول اوبشن او افضل اوبشن بالنسبه لي. طيب انا في اثر بقى استدي او اثر حاجات ببقى بعملها يا جماعه حاجات تانية ببدا ان انا اخلي بالي منها في عيان في الرعايه، بلاحظ الاكسجينيشن فنتليشن، بلاحظ نسبه تشبع الاكسجين في الدم، خلاص العيان كده دخل في الرعايه بعد ما انا اديته الحاجات الميجرز الاولانيه دي. الميجرز الاولانيه دي ميجرز اساسيه، يعني ايه؟ لازم تتاخد في حوالي اول نص ساعه من الاعراض، ابدا ادي العيان اديله فامينوليك سيرب، اديله ادويه مذابه للجلطه، اديله راس اسبرين يدوبها، اديله راس اسبرين يقرقشها، اديله مورفين عشان الالم، خلاص العيان الالم راح، خلاص اقول له اتفضل روح، لا الالم راح اطلع عين رعايه القلب. في رعايه القلب بعمل له ايه؟ بخليه ببدا ان انا امونيتور العيان، ازاي امونيتور؟ الاحظ الاكسجينيشن فنتليشن اللي هي درجه الاكسجينيشن في الدم بتاعته، الاحظ ايه تاني؟ الاحظ بعض التحاليل بيرفيوجن السيركيوتري بيرفيوجن، دي بعض الحاجات اللي انا بمونيتور بيها عيان الميوكارديال انفاركشن في الرعايه المركزه. ولكن انا لو انا قلت لك المانجمنت اوف ميوكارديال انفاركشن هزعل قوي لو انت حضرتك ما قلتليش مورفين، هزعل لو ما قلتليش فايبرينوليتيك ثيرابي، ما قلتليش اوكسجين ثيرابي، ما قلتليش او بوتيش كاستراتيج. الحاجات الثانيه دي يا جماعه هي مش علاج ولكن هي اكثر ما هي مونيتورنج لحاله العيان داخل قسم القلب والصدر او داخل قسم رعايه القلب والصدر. وهتلاحظ ان انا حاجات كتيره بلاحظ المحاليل اللي بياخدها الفلويد، بلاحظ الموبيلتي، بلاحظ حركه العيان وحاجات اند سو اون، لكن طبعا الحاجات دي كلها مش هو ده الفيرست لاين. الفيرست لاين يا جماعه الاربعه انا قلت حضرتك عليهم، لا مورفين، نايتريت، اوكسجين، فايبرينوليتيك ثيرابي، كاسترايزيشن، طبعا الاسبرين، اربع طراز اسبرين. الحاجات دي ممكن هم دول اهم حاجه في العلاج اللي مطالبين بحضرتك. بعد كده تاني حاجه لينا اللي هو الهارت فيلير، والهارت فيلير اللي هو معروف بالاعراض اللي هو عن فشل في كفاءه عضله القلب. فشل في كفاءة عضلة القلب يعني القلب عضلة، القلب ما هو إلا عضلة زي أي عضلة في جسمنا، فلو حصل فشل في كفاءة هذه العضلة فالعيان هنا بيعاني من حاجة اسمها الهارت فيلير. أهم حاجة من أعراض الهارت فيلير الديزنيا، العيان مش عارف ياخد نفسه. هتقول لي يا دكتورة الديزنيا حاجة وتشيست بين حاجة، تشيست بين ألم في صدري يا دكتور، ألم في صدري اللي هو التشيست بين بتاع الكوروناري ارتري ديزيز او امراض قصور الشرايين التاجيه، لكن هارت فيلير عندي يقول لي ايه؟ انا ما بقدرش اخد نفسي، بحس بصعوبه في النفس مش بألم، جسمي اقول اكزيرجن خير بين اون اكزيرجن، بحس انا لما بعمل مجهود للدكتور ان انا مش قادر اخد نفسي، جسمي اقول اكزيرجن، غير لما يقول لي لما بحس بمجهود بحس بألم في صدري، لما بعمل مجهود بحس بألم في صدري ده بمشي سكه الكوروناري ارتري ديزيز اكتر. لكن لما يقول لي انا بعمل مجهود بحس ان انا مش قادر اخد نفسي بمشي في سكه امراض كفاءه عضله القلب اكتر. مش بس كده بروح نزل عند نكتورنا، نكتورنا ديزني يعني انا بالليل وانا نايم على المخدات وما اقدرش اخد نفسي كويس، فبضطر ان انا ارفع المخدات اللي هي مقصود بيها الاوسوبيا، انا مش بقدرش انام فلات، ما بقدرش انام فلات بوضع طبيعي، بضطر ان انا ارفع المخدات. دي اهم امراض كفشل، فشل في كفاءه عضله القلب، وايه اسباب فشل؟ ايه الحاجات اللي بتاثر على ايه؟ هي الحاجات اللي بتضعف عضله القلب، كوزز اوف هارت فيلير، اسباب كثيره منها الميوكارديال ديزيز اللي هي امراض في الميوكارديال او امراض في صمامات القلب او حاجات وراثيه العيان بيبقى موجود بيها بتؤدي الى ضعف كفاءه عضله القلب، او العيان اكسسيف وورك ديماند، او العيان العيانين اللي هم عندهم ضغط سيستميك هايبرتنشن، عيان عندهم امراض الضغط ممكن تؤدي الى فشل في كفاءه عضله القلب، او عيان اللي عنده سايتوكسيكوزس، عيان اللي عنده مثلا عنده ارتفاع في
في كفاءة أو في وظائف الغدة الإدراكية، كل دي أمراض حضراتكم بتأثر على كفاءة عضلة القلب. يبقى هي الأمراض اللي بتأثر على كفاءة عضلة القلب، هتقولي حضرتك الأمراض اللي بتأثر على كفاءة عضلة القلب، هنقولي إما أمراض ليها علاقة بالميوكارديال، اللي هي أمراض ليها علاقة بالميوكارديال ديزيز زي كارديوميوباثي، أو أمراض ليها علاقة بالفالفولار هارت اللي هي أمراض صمامات القلب، أو أمراض كونجنتال بتبقى حاجة وراثية، العيان مولود بيها عضلة القلب بتاعته ضعيفة، أو بالإكسسيف وورك ديماند زي أمراض إيه؟ زي أمراض الهايبرتنشن، عيان عنده ضغط عالي مش كنترول، أنا أصلا عندي ضغط بقاله 20 سنة ما باخدش دواء، في الآخر بيأثر لي على كفاءة عضلة القلب، أو أنا عندي ضغط بقاله مثلا 20 سنة ومش منتظم العلاج، يعني مرة آخد علاج، مرة ما باخدش علاج، بنسى، بلخبط في العلاج، كل ده ممكن ينتهي لي بتأثير على كفاءة عضلة القلب. أو لو إن العيان عنده طبعا ثايروتوكسيكوزيس اللي هو أمراض ارتفاع كفاءة، أو أمراض اللي هي ارتفاع وظائف في الغدة الدرقية، أو الأنيميا الشديدة ممكن تأثر لي على عضلة القلب. طيب الفاسوفيسيولوجي يا جماعة، أول حاجة أهم حاجة إن القلب عضلة، القلب ما إن القلب عضلة القلب فيها كف مش قادرة تشتغل، فبالتالي فهي مش قادرة توصل دم كويس للجسم، لأن القلب أهم وظيفة ليه يا جماعة إنه بيضخ الدم المؤقت للجسم كله، دي أهم وظيفة للقلب، إنه هو بيضخ الدم المؤقت للجسم كله أو بيغذي الجسم كله بالدم المؤقت اللي بعد كده الجسم بيعتمد عليه في الميتابوليزم بتاعه. طيب لو أنا العضلة بتاعتي تعبانة، هل أنا أقدر أضخ الدم المؤقت أو إن أنا أغذي الجسم كله؟ لا، فبالتالي هيؤدي إلى إيه؟ decrease in perfusion low cardiac output. يعني ايه low cardiac output؟ يعني القلب مش قادر يضخ دم الى الجسم كله. cardiac output مقصود بيها كمية الدم اللي القلب بيضخه لتغذية الجسم. طبعا هلاحظ ان فيها قصور في الدم اللي بتضخ للكدني، فيحصل فيه قصور من وظائف في الكدني. هلاحظ ان فيه قصور لجميع اللي هي low cardiac output symptoms، اللي هي قصور في وظائف الجسم عامة نتيجة قصور في كفاءة القلب انه يضخ الدم المؤقت الى اجزاء الجسم. طيب لو هنقول ايه هي types of heart failure، ايه انواع الهارت فيلير، هنقول يا اما right side heart failure، في مشكلة في عضلة القلب اليمنى والمقصود بها مشكلة في عضلة الرايت فنتركل، او left side heart failure مشكلة في عضلة القلب اليسرى والمقصود بها مشاكل في left side. لو احنا بصينا رسمة القلب دي، فهنقول ان الرايت سايد هارت فيلير يعني عضلة البطين، عضلة الأذين الأيمن بتاعة القلب فيها نوع من الضعف اللي هو اسمه الرايت سايد هارت فيلير، بيبقى فيه مشكلة في الرايت فنتركل في عضلة الجزء اليمين، او الليفت سايد هارت فيلير فيه مشكلة في عضلة الليفت فنتركل او عضلة الجزء الشمال بتاع القلب. طب هنتخيل ان لو في مشكلة في الرايت سايد، هل القلب هيقدر يضخ الدم للشريان الرئوي؟ لا، مش قادر يضخ الدم للشريان الرئوي عشان يتأثر. طب حضرتك عندك تتخيل ان في مشكلة في عضلة الجزء الشمال بتاع القلب، هل القلب هيقدر يضخ الدم في أورطه عشان يغذي الجسم؟ لا، مش هيقدر يضخه بصورة جيدة. يبقى مشكلة الرايت سايد هارت فيلير هي مشكلة تتعلق بضخ الدم إلى الرئة، مشكلة الليفت سايد هارت فيلير هي مشكلة بتتعلق بضخ عضلة القلب الدم لجسم أجزاء جسم المختلف. طيب لو حبينا بقى نقول اهم حاجه بالليفت سايد هارت فيلر، بيحصل نتيجه الى بالمونري ديزيز. ليه؟ لان القلب مش قادر يضخ الرايت سايد هارت فيلر. الرايت سايد هارت فيلر هنقول دي مشكله ملي نتيجه للبالمونري ديزيز. بمعنى ايه يا شباب؟ بمعنى ايه اسباب الرايت سايد هارت فيلر؟ هي مشاكل بتتعلق بقدره القلب على ضخ الدم الى الرئه، وبالتالي هي قد تنتج من البلمونري ديزيز او قد تنتج من الليفت سايد هارت فيلير يؤدي الى رايت سايد هارت فيلير. لكن انا احب افضل ان حضرتك تقول ان رايت سايد هارت فيلير قد تنتج من البلمونري ديزيز اكتر، واهم بلمونري ديزيز يؤدي الى رايت سايد هارت فيلير البلمونري ثرومبوس او البلمونري امبولس اللي هو غلطه في الشريان الرئوي. دي كلها اسباب رايت سايد هارت فيلير، او كلها اسباب تؤدي الى قصور في كفاءه عضله القلب اليمنى او قصور في كفاءه عضله البطين الايمن. الليفت سايد هارت فيلير معناها ان القلب مش قادر، عضله القلب مش قادره تضخ الدم في الاورطه الى انسجه الجسم المختلفه، وبالتالي الفنتركل مش قادر لا يملى بطريقه كويسه ولا يفضي بطريقه كويسه او يزق الدم في الاورطه الى الجسم اعضاء الجسم المختلفه. يكفي ان انا لما اقول لحضرتك ايه سبب الهارت فيلير هتقول لي في نوعين من الهارت فيلير.
رايت سايد وهارت فيلر. طيب هنقول طبعا في حاجه ثانيه تقسيمه ثانيه ليه هارت فيلر. يبقى الهارت فيلر ليه تقسيمتين، رايت سايد هارت فيلر وليفت سايد هارت فيلر. يعني ايه رايت سايد هارت فيلر وليفت سايد هارت فيلر؟ يعني القلب، يعني القلب في مشاكل في عضله القلب اليمنى او عضله البطين الايمن، وليفت سايد مشاكل في عضله البطين الايسر، مشاكل عضله البطين الايمن القلب مش قادر يضخ الدم بكفاءه في الرئه. الليفت سايد هارت فيلر القلب مش قادر يضخ الدم بكفاءه الى البلمونري ارتري ومنه الى انسجه الجسم المختلفه. تقسيمه ثانيه الهارت فيلر في سيستوليك ديسفانكشن، معناها ان القلب مش قادر ينقبض بطريقه عضله القلب وظيفتها انقباض وانبساط، مش دي وظيفه اي عضله انها تنقبض وتنبسط. طيب لو حصل مشكله في انقباض عضله القلب بنسميها سيستوليك ديسفانكشن، لو في حصلت في مشكله في قدره القلب على الانبساط فبنسميها دايستوليك ديسفانكشن. يبقى دي تاني تقسيمه للهارت فيلر، رايت سايد ليفت سايد دي اول تقسيمه، سيستوليك ديسفانكشن ودايستوليك ديسفانكشن دي تاني تقسيمه لعضله القلب. طيب كفاءه عضله القلب الطبيعيه، انا بقول انا عندي عضله القلب ضعيفه، طب عضله القلب ضعيفه، طب ايه هو القوه الطبيعيه لكفاءه، ايه هي كفاءه عضله القلب الطبيعيه اللي لو قلت عن كده بعرف ان عندي مشكله في عضله القلب، اللي هو مكتوب بها الايجكشن فراكشن. الايجكشن فراكشن ده المقياس اللي بيقيس كفاءه عضله القلب الطبيعيه. طبيعي ان الايجكشن فراكشن بتاعنا من 50 ل 70%، كفاءه عضله القلب بتاعتنا الطبيعيه من 50 ل 70%، هو بيتقاس عن طريق ايكو، دي كده كده اي اف، اي اف او الايجكشن فراكشن. خلاص الاي اف الايجكشن فراكشن الطبيعي بتاعنا من 50 ل 70. طب انا بصيت في الايكو ولقيت ان يا جماعه الاي اف متقاس لي في الايكو اقل من 40%، هقول ان العيان ده عنده سيستوليك ديسفانكشن او عنده نوع من قصور في كفاءه عضله القلب اللي هو السيستوليك ديسفانكشن، القلب مش قادر ينقبض كويس. يبقى السيستوليك هارت فيلير بشخصها ازاي؟ بشخصها بالايكو، ببص على حاجه اسمها الايجكشن فراكشن بلاقيها اختصارها ايه في الايكو، حرف الاي وحرف الاف. لو لقيتها من 50 ل 70% اقول والله ده العرض ده كده يا حاج كفاءه عضله القلب بتاعتك كويس. طب لو لقيتها اقل من 40% اقول ده انت عندك مشكله في عضله القلب، عندك شويه قصور في كفاءه عضله القلب. طيب تاني نوع من الهارت فيلر هو الدايستوليك ديسفانكشن، والمقصود بيها ان القلب مش قادر ينبسط كويس. خلاص القلب مش قادر، في مشكله في انبساط القلب. احنا عرفنا ان القلب وظيفته سيستول ودايستول، لو في مشكله في السيستول بعرفها بالايكو بالايجكشن فراكشن الاقيها اقل من 40%. طب لو في مشكله في الدايستول بعرفها ازاي؟ في بعض الاعراض، في بعض الاعراض اللي قد توحي ان في مشكله في الدايستوليك ديسفانكشن بتاع القلب، ومنها الهارت ريت بيبقى سريع، ممكن الاقي في ممكن الاقي في بورلي كومبلاينس للقلب، كومبلاينس اللي هو درجه اتساع او درجه الاكسجين بتاع القلب، كل دي ممكن اعراض بتقول لي ان في مشكله في اعراض في مشكله في الدايستوليك ديسفانكشن بتاع القلب. طيب ايه العيان اللي عنده مشاكل في كفاءه عضله القلب بيجي يشتكي من ايه يا جماعه؟ بيجي يشتكي من ديزنيا اون اكزيرشن، مش قادر اخد نفسي وانا بعمل مجهود، اي مجهود بيديني نوع من مش عارف اخد نفسي، نوع من نهجان او صعوبه في التنفس، اورسوميا انا مش قادر انام بشكل طبيعي لازم ارفع المخدات، ليفر كونجيشن، جنرال فينس ديستنشن بيبدا العيان جسمه يورم، واكتر حاجه بتورم في جسم العيان اللي عنده مشاكل في القلب رجله. وبعد كده يا جماعه بنبدا التورمات دي تظهر على ايده وعلى بطنه وتصفى، ويبدا جسم العيان يورم بصوره كبيره. وانا بالنسبه لي انا في الفحص بلاقي ايه؟ بلاقي ان ليفر كونجيشن، بلاقي عنده في شويه احتقانات في الكبد، وبلاقي عنده جنرال فينس ديستنشن. لما بقيس ضغط الوريد المركزي السي بي بي بلاقيه عالي شويه. يبقى دي هي الاعراض بتاعه الليفت رايت سايد هارت فيلير. الاسسمنت يا جماعه زي الاسسمنت اللي احنا خدناه في المحاضره اللي فاتت، الهيستوري بانواعه، الهيستوري بانواعه ببدا اناليز كل هيستوري يا جماعه، الديزنيا ايه يا جماعه مشكله الديزنيا اللي عند حضرتك، ايه انواع ابدا ان انا اناليز كل سيمتوم من عرض من الاعراض بتاعه هذا العيان، زي بنفس الطريقه اللي انا شرحتها لحضراتكم عامه في الشابتر اللي فات اللي هو الاسسمنت اوف كارديو فاسكولار بيشن. وكل الحاجات دي انا مش معلمه عليها، مش للاهميه، ولكن هي حضرتك تقراها وهتلاقيها ان هي عباره عن ريفيو لكل الامراض، لكل وظائف الجسم المختلفه اللي انا بقدر قايم بيها عايد العين. طب انا دلوقتي شخصت يا جماعه ان العيان عنده مشكله
في كفاءة عضلة القلب، ازاي اعالجه. اول حاجة في نان فارماكولوجيك ستادي، في حاجات في بعض الحاجات اللي علاج عن طريق بعض النان فارماكولوجيك ستادي، المقصود بيها ان بعض النصائح الغير دوائية للعيال، او لو سمحت سودا ريستريكشن، قلل الملح في اكلك، الكحول افويدنس. طبعا في بلاد بره اكتر في مصر الناس اللي هم بيشربوا الكحول، تحاول تقلل الكحوليات اللي حضرتك بتشربها. ريجولار اكسرسايز، حاول تعمل مجهود بصوره منتظمه. لو سمحت ادير عن تكون ميديكيشن ريجمنت، حاول تاخد العلاج بصوره منتظمه، ما تحاولش ان انت تلخبط في العلاج بتاعك. اند سو اون واند ديلي ويت ميجرمنت، لو سمحت انت حاول تقلل من وزنك شويه. زائد فارماكولوجيك مانجمنت اللي هو العلاج الدوائي، والمقصود بالعلاج الدوائي اللي هو الادويه. اول حاجه يا جماعه الاس انهيبيتورز اللي هي انجيوتنسين كونفرتنج انزايم اللي هو مضادات الاس، اللي هي المينستري ثيرابي اوف هارت فيلير، اللي هي العلاج الرئيسي لحصول وظائف قصور مع كفاءه عضله القلب. اول حاجه الاس انهيبيتورز دي اول حاجه. تاني حاجه الديجوكسين، والديجوكسين المقصود بيه الانتروبكس، والانتروبكس مقصود بيها ادويه بتقوي كفاءه عضله القلب. بعد كده الدايوريتكس اللي هو مضرات البول. بعد كده السبيرونولاكتون اللي هو الانتي السبيرونولاكتون. وبعد كده طبعا الفينابوكر، ولكني انا افضل حسب الترتيب يا جماعه A B C D. A اللي هو الاس، B اللي هو البيتا بلوكر طبعا، D الديجوكسين والدايوريتكس اللي هو الديجوكسين والدايوريتكس حرف ال D، و C المقصود بها كالسيوم شانل بلوكرز. احنا كده لو رتبناها بالترتيب A B C اللي هو الكالسيوم شانل بلوكرز، ومن فضلك هنحط مع الدايوريتكس السبيرونولاكتون. يبقى هنا لو قلت ان هو فارماكولوجيك تريتمنت اوف ار، انا مرتباها الفابيكال كده عشان حضراتكم ما تنسوهاش. ب اي بي سي دي، اقول لحضرتك هتقول لي ايه هو البي، الاي الاس انهيبيتور، البي البيتا بلوكر، البيتا بلوكر، السي الكالسيوم شانل بلوكر، الدي حاجتين اللي هم الديجوكسين اللي هم الانتروبكس اللي هم ادويه اللي بتقوي عضله القلب، والدي الدايوريتكس. ومن فضلك مع الدايوريتكس ما تنساش تحط السبيرونولاكتون اهو، سبيرون دكتور از ا ويك دبل. تبقى هنا لو قلت لك التريتمنت اوف هارت فيلير هتقولي النون فارماكولوجيك اللي هي النصائح العامه. الفارماكولوجيك الادويه، الادويه يا جماعه A B C D، A اس انهيبيتور، B بيتا بلوكر، C كالسيوم شانل بلوكر، D مقصود بيها الدايوريتكس والديجوكسين، الدايوريتكس والديجوكسين، وما تنساش في الدايوريتكس السبيرونولاكتون. طيب بعد كده تاني مرض، في تاني مرض احنا كده شرحنا مرضين اللي هم كملنا بقيت كملنا المايكاردال انفاركشن، وشرحنا الهارت فيلير، وباقي لينا بقيه الامراض اللي مقصود بقيه امراض الجهاز الدوري اللي على حضراتكم، اللي هي الهايبرتنسيف كرايز، وده هشرحها لحضراتكم في محاضره لاحقه ان شاء الله. شكرا لحضراتكم.